حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. مولاي يا ابن الطهر، رزقك جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي. اليوم أمحلت البلاد وأقلعت ديم القطار وجف زرع الوادي. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدايا. صدرك المعظم يشتكي لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل
رض جيادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا يا كالبدر فوق الذابل الميا وله فتاه يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا من الأعواد وله فتاه على خزانة علمك سجاد وهو يقايد في أصفاد ويصيح وذل أين عشيرت وسرات قومي أين أهل ودادي ما لي أراك ودمع عينك جامد وما سمعت بمحنتي سجادي بويا سمعنا العيلي باشرون سيدي سمعنا العيلي باشرون ما صبح ومساء يتفقدون يتفقدون ما شفنا العليل يقيدون وبحبال خشنا يربطون والله دار ربي هذا يقول ذبحوا وهذا يقول روح مهلا وخلوا وهذا يقول بالراحة وتلحقوا ولا تبقون من عدهم مخبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد. مطلب ليلة البارحة ذكرنا خزان العلم. هذه الليلة مطلبنا منتهى الحلم. قلنا لكم هذه الزيارة نص عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لم يكتبها أديب ولا عالم ولا باحث ولا مفكر، بل نص كلام المعصوم الإمام صلوات الله عليه. يقول منتهى الحلم، يصف أهل البيت سلام الله عليهم بمنتهى الحلم. خلي نعرف شنو هو الحلم. يعبر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يفسر لنا معنى الحلم. مو احنا مرات يصير عندنا لبس في فهم هذه الكلمة وهذه المفردة، ما نعرفها ما نفهمها عدل. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول الحلم هو عبارة عن كظم الغيظ وملك النفس عند الغضب. لأنه حقيقة، شوف أنت شقد تسمع حالات مثلا من القتل، تصير آدمي يغضب يقتل آدمي، صير له ما صير، حالات كثيرة متعددة، تقرأ بالجرايد بالأخبار العالمية، اثنين تعاركوا، مو؟ زين أنتم يمكن ما عندكم في مجتمعات عشائرية، يا أخي تدري أنت في المجتمع العشائري شو يصير؟ عشيرتين أسبوع تدق الصواريخ على اليمن،
مو سلاح عادي، لا صواريخ بين عشيرتين قبيلتين متعاركين على من؟ ابن آل فلان عبر علينا باق الدجاجة بالحدود. هذا الواقع. لذلك لما تجي أنت أول شيء يحث عليه الإنسان يقول شوف هذا دين الإنسان، دين الإنسان يحفظ بحلمه. لما الإنسان يكون حليما شلون يحفظ دينه؟ بالحلم. يعني إذا كظم غيظه أول ما يحث عليه الشريعة الإسلامية أنك تكتم ماذا؟ تملك نفسك عند الغضب. شوف أحد الأنبياء أوحى الله سبحانه وتعالى إليه قال إذا خرجت صباحا، أحد أنبياء بني إسرائيل عندك اختبار امتحانات خمسة، هاي الاختبارات هاي الامتحانات لازم تنجح بيها. شوف إحنا العوام حتى نعرف أنه الإمام والنبي ما يوصل إلى هذه المراحل إلا بعد مجموعة من الاختبارات والامتحانات اللي إحنا لو مرينا بواحد بالمئة منها شبيه نخفق في تلك الاختبارات والامتحانات ما راح ننجح، بخلاف النبي والإمام. يا رب ما هي تلك، ما هي تلك الاختبارات؟ شنو هاي الامتحانات؟ قال إذا خرجت صباحا عندك أولاً أول شيء تشوفه قبالك تاكله، هذا الاختبار الأول. الاختبار الثاني، ثاني شيء تشوفه الدفنة بالأرض بالتراب الدفنة. الثالث شو تسوي له؟ تهرب منه. والرابع تحفظه ولا ترد الخامس. أصبح الصباح على ذلك النبي، طلع النبي أول اختبار من طلع شنو شاف قباله؟ شاف قباله جبل ماثل. هذا لازم شنو مأمور به؟ من مأمور بأن يأكل ذلك الجبل حتى تعرف أن الإنسان إذا كان حليما ويتمالك نفسه إيش راح يسوي؟ يقول هسه أنا وياك هذا الامتحان ترى ما ننجح به، شوف جبل. قلت شنو صدق كذب أنا آكل جبل؟ لكن النبي غير، يقول النبي قال أنا مأمور بأكل هذا الجبل، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن. يقول أخذ النبي يسير إلى الجبل، النبي يتقدم يسير والجبل يتصاغر إلى أن أصبح حجرة صغيرة. قال أنا من ذاك الجبل صار حجرة المفروض الآن آكلها، رفعها قال بسم الله شنو تحولت؟ تحولت إلى حلوى فأكلها. هذا الامتحان الاختبار الأول نجح فيه، مش شوية. شنو شاف الاختبار الثاني؟ الثاني مأمور بماذا؟ مأمور بدفنه. يقول مش شاف لطشة ذهب، طشة مملوء من الذهب، واحد يدفن لطشة ذهب؟ ماكو ترى، ما حد يمر على قطعة ذهب ويدفنها. بس هذا نبي لازم ينجح بالاختبار. يقول حفر حفيرة نزل طشة الذهب وين؟ في تلك الحفيرة وطمها دفنها. راد يمشي ظهر الذهب وين؟ على سطح الأرض مرة ثانية. قال أنا مأمور بدفنه مرة واحدة، طلع الذهب على الأرض أنا ما علي بيه، دار وجهه ومشي. مشى شاف جيفة من بعيد قال أنا مأمور بالهرب منها، ميل عنها. شرب هاي اثنين ثلاثة أربعة. مشى شوي شاف حمامة طائرة منقض عليها صقر فريسة ما عندها ملجأ، وين راحت؟ لجأت للنبي فألجأها النبي أخذها وحفظها بكمه، مأمور بحفظها. من مشى شوية الصقر شبي ظل؟ ظل يحوم فوق راسه. قال لي يا نبي الله هاي فريستي وطعامي، انت خذيتها انا شنو اكل؟ دام انك خذيت فريستي عوضني طعام، انا جائع. مأمور هذا الخامس الا ترده، دور شاف يريد يعطي طعام ما لقى، فعمد الى فخذه استقطع منه قطعة اطعم به شنو؟ الصقر. هبط عليه الامين جبرائيل قال له أيها النبي هذه اختبارات عبارة عن رموز،
الجبل مو معنى الجبل، مو معنى الجبل، مو معنى إمكانية الإنسان يأكل الجبل، لا. قال له أما الرمز الأول فإشارة إلى حلمك في ملك نفسك وكظم غيظك. شوف الإنسان لما يكون حليم، لما يملك نفسه عند الغضب، لما يكظم غيظه، شو يسوي؟ يقول يحول هذا الجبل إلى حجرة، إلى حلوة. لكنك كن حليما، هذا أولا. ثانيا طشت الذهب إشارة إلى عمل الخير. عمل الخير لما تسويه دفنه، كتمه بينك وبين نفسك، لا تظهره إلى الناس، لا تروح تسوي لك إعلام. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله على أن يظهر ذلك العمل، عمل الخير، ولو بعد حين. إحنا شنو اللي صاير عندنا؟ صاير عندنا مو أنا راح أتبرع بعشر دنانير أسوي إعلام بعشرين دينار، لأن أنا تبرعت بعشر دنانير. مسكين فقير يبنوا له بيت، هسه هذا ابتلع على عمره، صار فقير، ابتلع على عمره، بنيتوا له غرفه وحمام ومطبخ، ما هو اربع كاميرات واقفه تصور، فضحتوه، ما ظلت قاره بالعالم ما شافت هذا الفقير وعائلته واطفاله، خمس كاميرات وحقق مثل هذا، تلقاهن يفترن مصورين ومال الفضائيه ويفترون، يا جماعتنا وكاظ الميكروفون يفتر بالبيت ويفتر ويا العائله، ها حجي يا بنيناكم خير ان شاء الله. وين احنا اتباع مدرسة اهل البيت؟ ائمتنا كانوا من يتصدقون يقفون وراء الجدار ومدون يدهم، يقولوا له ليش سيدك مد يدك من وراء الجدار؟ انتم كلكم رحمة، كلكم عطاء، ليش؟ يقولهم الامام ما اريد ان طيب وباله حتى لا ارى ذل السؤال على وجهه. واحنا نبني لنا غرفة بلوك بمئة دينار، نجيب كاميرات اربعة تصور، مو معيب، مو هتك للحرمات هذا. وإن إحنا ندعي أتباع مدرسة أهل البيت، يقول لك أنت يا بني آدم من تعمل الخير، عمل الخير كتمه بينك وبين نفسك، تريد إعلام أكو إعلام، لا تستعجل، الله تعالى أقسم بعزته وجلاله على أن يظهر ذلك العمل. ما عليك أنت، لا تخلي الفضائية تسوي لك إعلام، خلي الله اللي يسوي لك الإعلام. الله بعزته وجلاله يقول لك أنا عملك عمل الخير أطلعه أظهره للناس، بس انت لا تستعجل. هذا اثنين. ثلاثة قال له اما الجيفة فإشارة الى الغيبة. دير بالكم هاي الغيبة ابتعد منها، اذا شفت لك واحد يغتاب، اذا شفت لك مجلس غيبة ابتعد منه، اهرب منه. لما يشوفك انت اهلا ابو فلان، حياك الله حج فلان، حياك الله يا اخوي، يحبك ويشبقك ويقبلك، ولما تطلع من عنده يبدي يشرح فيك. وكثرانا هاي الحالة بمجتمعاتنا، يعني وجاي تراها بأم عينك، شوفت انت قاعد بديوان اقبالك، وين ابو فلان؟ اوه فلان كذا وكذا، ويبدي لك يشرح بي، هناك اجا فلان قام شبقة وبوسه وحببه. عجيب على هالإمكانية عند الناس، يعني هالنفاق هذا، كيف يمكن للإنسان ان يتعامل بهذه الطريقة؟ الى الامام دائما هذا اهربوا منه. اما الحمامه اللي كانت لجئت اليك وكنت مامورا بحفظها فهي اشاره الى اخيك المؤمن ينتصر بك ويستنصرك فانصره. اذا اخوك يستغيث بك يستعين بك اعينه، اقف الى جنبه. بعد قال واما الصقر فاشاره الى السائل، إذا وقف على بابك لا ترده، حتى لو ما بيقدر. يقول لو صدق السائل هلك المسؤول، لكن شو نسوي؟ لا حول ولا قوة، هالمقدار اليسير، ها، لمية فلس، الخمسين فلس، حتى لا ترده أنت، بد مقدار متيسر بسيط جدا. يقول يوقف على بابك لا ترده. شاهدنا من هالقصة الحلم، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جعلهم الله تبارك وتعالى في منتهى الحلم، يعني ماكو بعد مرحلة حلم فوق حلمهم غير حلم الله تبارك وتعالى. عجبا لحلم الله جل جلاله، هتكوا حجابك وهو بالمرصاد.
من صفات الأنبياء الله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى شنو هي؟ حليم. إبراهيم شو يصف القرآن؟ ماذا يوصف؟ أواه حليم. يقول المفسرين من شدة حلمه أن الله تبارك وتعالى لما أنزل العذاب على قوم لوط أخذه الحلم عليهم، التمس الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهم العذاب. لذلك شو يقول القرآن الكريم؟ يقول يجادلنا، وين يجادلنا؟ في قوم لوط. من هو؟ إبراهيم. هسه هنا نريد نتوقف شوية. يجادلنا في قوم لوط، يحق للإنسان أن يجادل الله تبارك وتعالى؟ ها؟ ما يحق؟ شلون من القرآن يقول يجادلنا في قوم لوط؟ هنا نحن عندنا لبس في فهم هذه الالتباس. عندنا أكو شيء اسمه اعتراض وأكو شيء اسمه جدل. إحنا نفهم الجدل بمعنى الاعتراض، والحال ليس كذلك. في القرآن لما ترجع إلى كتب التفسير شنو معنى الجدل؟ معنى الجدل يعني شنو؟ الحوار وليس الاعتراض. هل يجوز للإنسان أن يحاور تبارك وتعالى؟ الأنبياء حاوروا الله سبحانه وتعالى لو مو حاوروا؟ حاوروا الله تبارك وتعالى. إذن الجدل شيء والاعتراض لا يجوز للإنسان أن يعترض. قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هسه شنو كان موسى معترض؟ ما كان معترض، لكنه كان في موضع الحوار، كان في موضع الحوار. وعدنا احنا روايات عن الأنبياء وعن الأئمة أنهم حاوروا الله تبارك وتعالى. لما عرج بنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء ورجع، الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة، التقى بموسى، موسى قال يا محمد بماذا رجعت إلى أمتك؟ قال إن الله تبارك وتعالى شرع الصلاة 50 صلاة لأمتي. قال لا، ارجع إلى ربك وسله أن يخفف عن أمتك، ترى الأمة ضعيفة وما تقدر تأدي 50 صلاة. 5 صلوات ما حد جاي يصلي، 5، واحد قاعد على الواتساب، واحد قاعد على التلفزيون. احنا كنا بعد ما أبرئ نفسي، قد مرات نأخر صلاة، واحد جاي يسوق من أوصل أصلي 5، هنوب 50 صلاة. يقول رجع النبي إلى الله تبارك وتعالى وسأله أن يخفف مرة وثانية وثالثة، 3 مرات رجع إلى الله يحاور. قال إلهي إن أمتي ضعيفة لا تقوى على صلاة 50، إذن لازم شنو؟ الله تبارك وتعالى قال يا محمد هذه هدية مني إلى أمتك. فجعل الله تعالى الصلاة 5 وقال يا محمد أمتك تصلي 5 وأنا أسجل لهم 50 صلاة. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مو نعمة الفلوس، مو لا لا، نعم عظيمة كثيرة ما يحصيها الإنسان ولا يدركها ولا يعلم عنها. يقول 50 بني، إحنا شقد نصلي يومية؟ 5، الله يسجلها 50. عجيب، وين تحصل لك هيك بنك انت بالعالم، هيك مكان بالعالم تنطي 5 يسجل 50؟ ماكو هيك ارباح. بس الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، هاي الارباح ما راح ندركها احنا الا لما نقف بين يدي الله تبارك وتعالى. حتى انا اللي جاي احدثكم بروايه وكلام، لكن مو مدرك الها، ما اعرف قدرها، ما اعرف عظمتها. عظمتها عند الله تبارك وتعالى. آدم سأل الله تبارك وتعالى قال يا رب مكنت مني إبليس لعنه الله الشيطان وأجريته مني مجرى الدم في العروق. وهذا الشيطان عنده فد أسلحة فتاكة تجاه الإنسان، وتدري الإنسان ضعيف
بماذا يواجه؟ قال له إلهي مثل ما مكنت إبليس مني وأجريته مني مجرى الدم في العروق، أنا أريدك تعطيني فت سلاح أواجه به الشيطان، وإلا الإنسان إذا ما عنده يسقط في هاوية الشيطان. بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى سلاح فتاك يواجه به الشيطان. قال يا محمد إن يا آدم إني فتحت لك ولذريتك بابا سميته التوبة، ألا فمن تاب قبل موته بسنة غفرت له ذنوبه بأجمعها. ألا وأن ذلك كثير. لا، يستأنف الله تبارك وتعالى، ألا فمن تاب قبل موته بشهر غفرت له ذنوبه. ألا وأن ذلك كثير. كثير يا رب؟ قال بلى كثير. قال ألا فمن تاب قبل موته بيوم غفرت له ذنوبه. ألا وأن ذلك كثير. لا، شوف الله سبحانه وتعالى، شوف هذا الحلم المحض عند الله تبارك. الله هو الحليم والحلم المحض عند الله تبارك وتعالى. وإلا إحنا شقد نسيء إلى الله. أنت صاحبك وياك عشرة عمر، يمشي وياك، يروح يقعد، تاكل تشرب، زاد ملح بيناتكم، لكن من نسيء لك سنوات ما تحاجي، أشهر ما تحاجي، حتى لو رجع لك بعد العلاقة مو ذيك الأولية، مو صايرة عندنا هالأيام. واحد بسهولة يشفي صاحبه، بسهولة يشفي العشرة أبداً، ولا كأنك قعدت وياه، بشيت وياه، أكلت، شربت، سافرت، نمت، رحت، رجعت. لا والله، على كلمة بسيطة، ممكن الإنسان مو معصوم يا أخي، يتكلم كل شيء. كلمة بسيطة تشوفه فلان لا يشتهيك ولا يقعد يمك ولا أي ولا. وإحنا نتعدى حدودنا بالمعاصي مع الله تبارك وتعالى، والله يقول للآدم من تاب قبل أن يرى أن يعاين ملك الموت غفرت له ذنوبه. قبل لا يشوف الموت، قبل أن تبلغ روحه إلى بلعومه يتوب، الله تعالى يقول غفرت له ذنوبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. إلهنا بحق الحسين وآل الحسين ومصاب الحسين اغفر ذنوبنا. هل حلم المحض عند الله تبارك وتعالى؟ الله تعالى عكس صورة هذا الحلم في حلم أهل البيت، لذلك جعلهم في منتهى الحلم. وإلا أهل البيت صلوات الله عليهم كان عندهم أسلحة فتاكة بالولاية التشريعية والولاية التكوينية، يفعلون ما يريدون في هذا الكون. لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه شو يقول؟ يقول إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالسيف إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. والحسين ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، وسمعوا الأمة المسلمة، هذول 30,000 اللي إجوا إلى كربلاء يعرفون ما قاله رسول الله بحق الحسين، والحسين يذبح عطشانا إلى شاطئ الفرات. مو شو يقول الشاعر؟ يقول أيذبح عطشانا، الله، ذبحت وسقوا شربة من الماء. يقولون أرباب السير والمقاتل قبل لا يحز الشمر نحر الحسين، قال له يا شمر إذا كنت ناويا على قطع رأسي أنا عطشان، اسقني شربة من الماء. قال له والله لا تذوق الماء حتى تذوق الموت غصة بعد غصة. أيذبح عطشانا حسين بكربلاء وفي كل عضو مننا مليب
البحرور ووالد الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لامو يا ماي الفرات اشجان عذرك يموت الصبط ضامي بكترك لا تستحي ما فاض نهرك تدري هاي ظلت بخاطرة الإمام زين العابدين يقول الراوي كان إمامنا مر بالسوق ومر على القصابين واحد من القصابين يحاكي صاحبه يريد يذبح الكبش يقول له هل سقيت الكبش ماء هاي الكلمة استوقفت الإمام توقف الإمام كان يسير فتوقف التفت الإمام قال لهم أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تروه من الماء قال بلى سيدي يقول توجه إلى كربلاء صاح واله فتى عليك أبي أبا عبد الله لم يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله ظمأنا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول علي الخيل ميدانا إمامنا زين العابدين بقي 30 عاما بعد أبي الحسين باكيا يقولون أصحاب ما وضع له طعاما وشرابا إلا ومزجه بدموع عيني يقول ذاك اليوم يدخل علي أبو حمزة الثمالي يقول كلما أدخل على إمامنا زين العابدين أراه باكيا على أبي الحسين يقول قاعد يمه قلت له سيدي يا ابن رسول الله أما أنا لحزنك أن ينقضي سيدي إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله شهادة منو منعتكم ما تحتف أنفه يا ابن رسول الله كلكم بين مسموم ومقتول قال جزاك الله يا أبا حمزة صدقت والله إن القتل لنا عاد وكرامتنا من الله الشهادة لكن يا أبا حمزة سمعت أذناك أمرت عيناك أن علوية لنا سبيت قبل يوم عاشور يقول لي يا أبا حمزة والله ما نظرت إلى عماتي وبنات رسول الله وأخواتي إلا تذكرت فرارهن يوم عاشور من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خبايا وليفترا خوات حسين من خيمة لعد خيمة ينخن وين راح وين ما مش بالعرب شيمة كل خامة تشب بنار ردا ضربا الهيمة والسجاد جو سحبوه ودمع على الوجه انسال بعد شوف الإمام زين العابدين راح يقرأ المصيبة لأبو حمزة انت اقرأ ويا الإمام قل له قلبي يا أبو حمزة ترى اتفطر وذايا مثل المصاب اللي دهايا انا ما حد انصاب ذيك الاقمار اللي بمنازلهم يزهروا والليل كله من العباية دمع يفتروا 17 عاينيتهم كانهم اقصوا فوق الوطية مطرحين بحر التراب
اقرأ اقرأ بعد. ولو شفت جسم اللي على المسنات ما طرق، وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح وويلا. ولو شفت الاكبر ما لميتني بكثرة النوم، ما خلتنا كربلا يا شبن ولا عشايا. بعد بعد اعلى. يا ابا حمزه بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، ومره باب تعايني ودموعها تفور وويلا. وقلوبنا فتها بوني نوعان هدو، كل ما طلع منا بدور للمعركة غاب. أين المنادي والسيدة؟ وين لأن بعد بعد اسمع شو يقول إمامك زين العابدين. يقول ومصيبة اللي هي جات حزني علي، عاينت جسم حسين تحت الأعوجية. وويلا انت المعزى يا صاحب الزمان. اعيد البيت بعد. ومصيبة اللي هيجت حزني علي، عاينت جسم حسين تحت الأعوجي. سيدي وحرقة وخيمنا ويسرى وزيانة بسبيا، شحكي وشعدد يا ابو حمزة من هالمصا. لكن هاي المصائب كلها ما أثرت بي يا أبا حمزة، أكو مصيبة على قلبي الإمام قلبه يحترق لمن منه. شن هي سيدي يا زين العابدين؟ قال ما نكست رأسي لجل ذيك الصناديد، ما قصروا بالغاضرية زلزلوا البيت. لعن سيدي. قال نكس الراس دخون زينب مجلس يزين. يا أبا حمزة كل هذه المصائب نظرت إليها بأم عيني. تدري يا أبا حمزة تلومني بالبكاء وأنا نظرت إلى أبي الحسين يوم عاشوراء والسهم المثلث نابتا في صدر. أبويا صعب أحكي لك يا أبو حمزة عن أحوالك، كفاية سهم المثلث وقع في وسط دلال. ولأن من الصدر من شال قوة من الظهر شاله، وعقب ما طاح ظل يجمع عليه وساده ملت ويصيح وعذ الله. أين عشيرتي وسرات قومي؟ أهل ودادي إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وابني، شافنا وعافنا واعف عنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إن شاء الله سيقام الليلة القادمة يوم السبت ليلة الأحد ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، وستكون صفة الإمام البركة العشاء الساعة 7:15.
مساء وبعد القراءة مباشرة لطميات مالك للسيد علي شبر جزاكم الله خير. إلهنا لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبول أعمالنا. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إلهنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إلى أمواتنا وأمواتكم السامعين المؤسسين، هم شيعة أمير المؤمنين من ليس لهم ذاكر، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.